بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه ومظهر لطفه النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذا اليوم المبارك غني عن التعريف، الأستاذ علي العباد الاستشاري الأسري، له الفضل الكبير في حل الكثير من المشاكل الأسرية. وعنوان كلمته الزواج الصلب أو الصلب، فليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. سيدنا علي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. عنواننا هذا اليوم الزواج الصلب أو الصلب. طلعت على دراسة مؤخرا تقول إن في يعني الأزواج السعداء توجد عندهم 70% من المشاكل لم يتم حلها. ايش رايكم في الدراسة؟ 70% من المشاكل ما انحلت وعايشين سعداء، صير هذا هو النقطة. هذا كلام صحيح، يعني بغض النظر الحين عن النسبة، لكن ان توجد سعادة زوجية وتوجد مشاكل زوجية. ما شوف بعض الزوجات عايشة مع زوجها 20-30 سنة تقول حق ابنائها هذا عاد ابونا عصبي، تقول لهم ترى ابوكم من اخذته وكذا، صح؟ لا، وتقولها بطريقة فكاهية، ترى امكم من اخذته، هاي طبعها. اذا المشكلة لا زالت قائمة. احيانا بعضهم ممكن ياخذ زوجة عندها اضطراب الشخصية، زوج عنده اضطراب الشخصية، بغض النظر عن عرفه ما عرفه هذا موضوع ثاني، ولكن مستمرة الحياة الزوجية. طيب ليه كيف تحدث السعادة الزوجية، وليه صارت السعادة الزوجية، وليه استقر، وبالتحديد ليه الزواج صار صلب شديد قوي مستمر؟ هناك في 4 ركائز إن شاء الله نغطيها في 20 دقيقة إن شاء الله. ركائز 4 تجعل الزواج صلب. أول ركيزة الالتزام، ثاني ركيزة الصداقة. الصداقة لما تكون صداقة زوجية تلعب دور كبير جدا في صلابة واستقرار واستمرار حياة الزوجية. ثالث ركيزة الإشباع العاطفي والجسدي. الركيزة الأخيرة وهي أيضا في غاية الأهمية إدارة الانفعالات والضغوطات. لما يمتلكوا إدارة لانفعالاتهم هذا يعطي قوة. خلينا نمسك الآن الركيزة الأولى اللي هو شنو؟ التزام. الالتزام نتكلم في 3 نقاط حتى يحقق الالتزام. أولا المسؤولية، 2 الواقعية، 3 التحدي. يعني ذلك اللي امتازوا بزواج صلب عندهم مسؤولية، يعني دخلوا في العلاقة الزوجية هم شنو؟ لديهم مسؤولية. ومسؤولية يعني أنا أبي أنجح هذه الحياة الزوجية. وعلى فكرة يعني لو أخذنا المسؤولية الآن في وضعنا هذا في وقتنا الحاضر تقع المسؤولية حقيقة على الجميع، كل المسؤول. أنا كأب مسؤول، طيب شنو دوري أنا مسؤول الآن؟ هل أنا علمت أعطيت أبنائي المعرفة في الأمور الزوجية؟ أتحت لهم هذه الفرصة؟ ولهذا يعني في شغلة يمكن أنبهكم عليها وأنتم إن شاء الله منتبهين لها، الاشتغال بغير المهم على حساب إيش؟ الأهم. لو تلاحظ الآن في أشياء متعلقة بالزواج أو الحياة الزوجية ترى غير مهمة، لكن الفوكس عليها أعلى من الأهم. وفي رواية رواه الأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيها من اشتغل بغير المهم ضيع الأهم.
تطرح برامج. يعني احنا عندنا برنامج اسمه الموجه الزواجي، ما هذا المكان يتكلم فيه. وهذا البرنامج يعني حقيقة احنا طرحناه ومسهلين عليه كل السبل، يعني بحيث انه يكون عنده يستطيع يشاهده 24 ساعة، البرنامج يظل من ممتلكاته ولمدة سنة كاملة. زين، لأن بعضهم كل ما وجدنا أعذار عند الناس حلينا هالعذر، ماديا خلينا مبلغ رمزي، يعني سعر يدفعوه في، تعرفوا ذا شنو؟ شنو؟ إيه في كافي ذا مال 25 ريال يقولوا، ها 28 بعد، يلا 28 ريال عادي يدفع في ذا. تعال برق الغالي، اشتغلوا بغير المهم وضيعوا الأهم. زين، فأنا مسؤول، كلنا مسؤولين في المجتمع. يعني حقيقة أنا عندي هذا المشروع ودي أزرع في كل بيت موجه زواج، في كل بيت. ليه؟ لأن الآن بيجيكم بعد شوي في طي كلامنا ليه إحنا نبي كذا. طبعا سماحة السيد ما شاء الله تبارك الله عليه ما قصر، يعني ساهم فينا. يعني إحنا حين في هالسنة ذي بفضل الله سبحانه وتعالى دربنا أكثر من 1200 موجه. نصيب المشايخ وبركات السيد حقيقة دربنا فوق 200 شيخ طالب علم، وهم انتخبوهم، يعني مو بأي طالب علم بعد اختاروا من اللي مخلصين البحث الخارج. فإحنا نحتاج فعلا إلى معرفة، هذا من منطلق المسؤولية. أنا أزوج بنتي، أزوج ابني وهم ما عنده معرفة، كيف أدخله في الحياة الزوجية وهو ما عنده معرفة؟ والبعض يجي يقول لك أنا أعرف، يعني شنو بتعطوني؟ أنا أعرف. طيب منين جبت المعرفة ذي؟ على أي أساس؟ فعموما إذن المسؤولية بعد أدخل من منطلق المسؤولية، ما الذي يجب علي فعله؟ أنا عندي شنو، شو المطلوب من عندي؟ لاحظ الآن اللي قاعد يجينا في بعض الأزواج هو مشغول بما يريد وليس بما يريد الآخر. لو دخل وفي باله واهتماماته ماذا يريد مني الآخر، أنا زوجتي شنو تبي مني، وهي مهتمة بشنو، بماذا أنا أريد منها. أصلا قبل لا أدخل لازم لما أتعلم وأتعرف، يعني أنا بدخل الآن برتبط بشخصية لها بيئتها طبيعتها إلى آخره، بس ما أتعرف الاحتياجات، هي كأنثى هي تعرف احتياجاتي كذكر. فبدل ما يدخلوا في صراع مع بعض يدخلوا في شنو، في إشباع حاجات بعض، سنة في عملية تكامل. شغلة أخرى في المسؤولية، لو طلع هالزوج هالزوجة مو حسب اللي أنا أبي، ولهذا شوف الآن هذا يجي حسب في مسألة التحدي الآن، عموما يجي الشخصية مو نفس اللي أنا أبي، شو الحال؟ بعضهم يقول لك لا صراحة أنا ما عجبتني أو هو ما عجبني ويبغى ينفصلوا. هذا في خلل في المسؤولية. أنا أوكي وما عجبني، شو المفترض علي؟ شو المفروض؟ ومن قال أساسا إنه هو بيجي على حسب مزاجك؟ صح ولا لا؟ ما هو بيجي الواحد على حسب مزاجي، طبيعي إنه في اختلاف، هذا الطبيعي. زين، فإذا أنا هذه المسؤولية جزء مهم. النقطة الثانية الواقعية، وهذا على إن شاء الله شوي نحتاج نعطيها اهتمام. الآن هل أبنائنا لما يدخلوا الحياة الزوجية يدخلوا بواقعية ولا يدخلون بعالم افتراضي؟ في تصوركم أنتم يدخلوا يعني هم الآن بواقع وإلا لا هو تشكيلة ذهنية شكلها الإعلام والفضاء الإلكتروني، وتعرف وما أدراك ما الفضاء الإلكتروني الآن مفتوح، فبدأ يدخل الآن في تشكيلة وتشكيلات مخططة يعني مو عشوائية، يعني عارفين شغلهم الآن. لما يشكل فيبدأ يبحث عن واقعه، عن واقعه هو وليس الواقع. شوف احنا الآن أبنائنا قد ما تعطيه، كل ما تعطيه على وسائل الترفيه المتوفرة كله يقول زهقانين، صح ولا لا؟ بالله عليكم أبنائكم يقول هالكلام ولا لا؟ كله زهقان، توك جايبه يقول لك زهق زهق. تعرفوا ليش زهق؟ هذا لو تجي حق التفسير العلمي لها، هو عنده تشكيلة في ذهنه مضبوط ويبحث عنها.
طيب التشكيلة اللي في ذهنك أصلاً دي لا تحقق، مو مش موجودة في الواقع أصلاً، ما راح توصل لها. والدليل إنهم يروحوا الآن حتى لمن يعمل يعني سواء مشهور أو غيره يبدأ يصور أو فيلم أو غيره، مثلا يصور الرومانسية، وأن الرومانسية عساس تعيشها لازم تكون في كوخ فوق البحر في جزر المالديف، وتكون لازم الكافي محطوط هنا أو العصير وبالطريقة بالتشكيلة المعينة فيشكلوها. هو يبحث عن هالتشكيلة ذي، ويبحث عن الشعور السعادة، ويبحث عن الشعور واقعا يعني هم يبغوا يشعروا بالسعادة. لما يروحون للمكان ذا ويدفعوا المبالغ الطائلة وفي الأخير ما الشباب اللي عاشوا شهر العسل شفتوا عسل عسل لما راحوا الواقع يعني مو نفس التصور. هذا اللي يبغى ابنانا الآن يقول له لحظة تعال يا حبيبي، هالتشكيلة اللي في ذلك دي من شكلها؟ وهل هي حقيقية واقعية ولا لا؟ هي هم الكل يبحث عن الراحة والسعادة، لكن مين الربط ذا بالتشكيلة هي الخلل. فأنا لازم أناقش، مو كل شيء يجيني من الإعلام آخذ فيه. وعلى فكرة حتى التهويلات اللي تسمعوها الآن، حالات الطلاق وكذا، ترى فيها تهويل، في ترى يعني في معلوم في بيانات ومعلومات غير دقيقة، صح؟ بعد حتى الآن الجلسات اللي تظهر شو ما تظهر الواقع، يبدأ يظهر الجانب من منظوره للقراءة للواقع. فتشوف بعض مثلا يجي يسمع الشباب يا ابن الحلال الزواج ده ما في إلا مشاكل، الزواج تعب، الزواج نكد، وهو يحكي عن حالته الشعورية في هاللحظة، ولعلها بقراءة للحدث اللي هو قراءة للعلاقة الزوجية، قراءة لحدث معين بينه وبين زوجته. فبدأ يتكلم، شو يصير الآن؟ هو قاعد يشكل في أذهان أبنائنا، هي قاعدة تشكل في، وخذ من هالتشكيلات اللي قاعدة تصير وشنو أثارها. يجيك بعدين الشاب يعزف عن الزواج، ليش؟ يقول الزواج كله مشاكل. تجي البنية تقول لا الزواج كله مشاكل، لأن شكل في ذهنها، لكن الواقع هو الزواج كذا أو الزواج استقرار. الله يقول سكن، ده سكن، الزواج سكن، هذا غير حقيقي اللي يقول لك كذا. بعد يعني من الأخطاء والمفاهيم المغلوطة يسقطوا أخطاء لبعض المتزوجين على الزواج نفسه، نعيب زواجنا والعيب فينا وما لزواجنا عيب سوانا. طيب وكل الآن لو تيجي معظم اللي في المسجد سعداء في حياتهم الزوجية، الواقع عندهم مشاكل، نعم طبيعي، طبيعي الاختلاف، طبيعي يصير بيننا خلاف، طبيعي أنا باثنين بيحتكوا مع بعض، ولكن لله الأسرار. هذه آية من آيات الله، رغم أنهم متواجدين مع بعض وعايشين رؤوسهم في بعض ويتخانقوا ويختلفوا، إلا أنهم مستمرين ومستقرين، صح ولا لا؟ إذن لازم يتعلم أبنانا، تقول أنا أدخل وما بي مشاكل، من قال ما؟ لا لا بابا، أنت تحتاجي كيف تتعاملي مع المشاكل، مشاكل يعني عوائق، وتحتاجين كيف أنت تتعاملي مع تلك العوائق. هذا يتطلب شيء اسمه التحدي. ما قلت لكم ثلاثة أشياء، واعذروني يعني كان نقولها بس يعني الوقت قصير. فعندنا ايش قلنا؟ مسؤولية واقعية، لازم الآن نؤمن بأن في شيء، في قاعد سوشيال ميديا، فضاء إلكتروني سبراني قاعد يلعب دور كبير جدا في خلق صور وتشكيلات ذهنية في داخل أبنائنا، ويدخلوا وهم محملين بهذه الصور ويطالبوا. كم أزواج يقول تعبت والله أبي أرضيها، مو ما قادر أرضيها. وزوجات تقول نفس الكلام، ليه؟ لأن هناك أحلام أماني ولا ممكن إحنا بنحققها ولا نستطيع تحققها. بالتالي هنا مو الحل هو تحقيقها بقدر التشكيلة اللي غير قابل للتطبيق، الأفضل والتخلص منها، مناقشتها حتى تهرب ونفتك منها. زين، نجي لنقطة اللي هو التحدي. في ثلاثة أنواع من الأزواج. في نوع إذا واجهت العوائق يقول انسحاب، إما انسحاب كلي يبقى بطلق، ولهذا شوف الحين عادة تكثر الحالات الطلاق في السنوات الأولى. ليه؟ لأن في أول تحدي واجههم طلق. يعني في بعض الزوجات بتطلق تقول إذا ضحك ما يعجبني ضحكته. وصلت الفكرة الحين؟ عائق بسيط، يعني بس ان ضحكته او طريقه مشيته
أو هو شاف منها موقف قالت لا قال بطلق، هذا أول عائق، هذا عنده إشكالية في التحدي. الإنسان اللي يبغى يخل ينجح حياته الزوجية، وطبعا هذا لو ترجي لجذورها وأساسا مبعارف معاني معنى الزواج، قيمة الزواج، حقيقة الزواج ما يعرفها، يلا خلنا نجرب مزبوط، والله يمكن حتى جواله بعض بيشتري على أساس إنه يبيعه، يظل يفكر يدرس الموضوع، يشتري سيارة إنه الآن بيبيعها إلى شراها يدرس الموضوع. بعضهم الزواج يعني أبد ما له قيمة. وأيضا إذا تحتاج إلى تأمل، من خلق الزواج الآن قيمته قاعدة تنخفض؟ من غير ترتيب الأولويات الآن؟ صح ولا لا؟ هذه لازم نحطها في اعتبارنا. فتحديات الآن أصعب من قبل، وفي ظل هالانفتاح ترى الآن قاعدة تجينا احنا مشاكل جديدة، مشاكل جديدة. يعني انتوا الآن تعتقدوا الآن الحركات اللي قاعدة تصير ذي، سواء المثلية والنسوية أو غيرها، ذي ما لها تأثير؟ سألونا احنا اللي نواجه المشاكل، تجي قضايا بدأت تطلع. يعني حتى الآن في يطلع من بيوت يقول لك أنا أبغى أخذ من بيت ملتزم محافظ في اعتقاد، ينصدم بأن هي أو هي تنصدم بأن يطلع زوج مثلي، زوجة مثلية. يعني تشوف الآن كونوا علاقات، وما أحتاج أني أفصل في الموضوع. المهم أن من خلق تلك المشاكل الآن بدأت تطلع مشاكل جديدة حديثة نتيجة إيش؟ هذا التعبئة طبيعي راح يطلع هذه النتائج. هذه لازم يحتاج إلى تصدي ويتحدي، سواء تحدي احنا ككل فرد في مجتمعنا يواجه التحدي. لا نلعن الظلام ولكن نبدأ نشتغل في عمل شغل زين. بعد التحدي قلنا هذا نوع انسحاب، في نوع ثاني متشكي، فقط يجي بس يتشكى أنا تمرمرت، أنا تبهدلت يا أخي، استعجلت في الزواج، ويقعد يم جماعة ويحكي، إما يحكي مباشرة عن زوجته أو يحكي عن النساء، إياك يعني هو يخسر زوجته، أخي تعبنا المرأة قد ما تعطيها، ويخسر زوجته طبعا من هي يعني، وضحك. فالآن هذه الحالة أو يعيش الضحية، وكأنما أنا الآن ضحية. وفي النوع الثالث اللي مثلكم يا أحباب، لا هو يواجه، عنده تحدي، يعني عنده إصرار، إلا أني أنجح حياتي الزوجية يشوفه يحاول ويجتهد ويبدأ أثر. على فكرة شو يبدأ من قبل دخوله في الزواج، هو يتعلم ويوسع مداركه، يحضر برامج دورات كتب، كل مصادر المعرفة اللي تمر بالعلاقة الزوجية. زين، هذا بالنسبة للمحور الأول، الصداقة. رعين ما باقي شيء. الصداقة الزوجية هذه في غاية الأهمية. العلاقة الزوجية تمر بثلاث مراحل، مرحلة التعارف، وثم مرحلة التآلف، ثم مرحلة التكاتف. زين، أول شيء لازم نبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي التعارف. كل ما انفتح، يعني كل الزوجين على بعض تعرفوا على تفاصيل بعض واشتغلوا عليها، لا تستهينوا بالتفاصيل، لأن التفاصيل تصنع الصداقة. يعني الآن ما تعال حبيبتي خليني بس أفتح لي شذا، ترى ذا يعني شوف، أنا قبل شوي أنا صراحة كان اللي جنبي رجل مؤمن، بس قال لي تفضل، ترى خلق عندي شعور، قال لي تفضل خلق عندي شعور. زين، ممكن بعضهم يقول يعني ايش دعوة، قال لك تفضل، ايه ده خلق شعور. فتخيل التفاصيل، بعض الازواج ما يهتم بتفاصيل الدقيقة في حياته، يعني الله يساعدك، ابتسامة، تربيته، هي نفس الشيء تقول. هو كيف الان العلاقة بين هالازواج تصير متينة؟ الاهتمام ترى صارت بينهم تفاصيل، لا تشوف نتيجة زوجين صايرين يحبوا بعض متعقد، تعال شوف التفاصيل، الكم التفاصيل. زين، هذه التفاصيل الدقيقة تخلق رصيد عاطفي حتى تواجه بكرة الأزمات اللي تتواجه فيها العلاقة الزوجية. بعد الإحسان، يا أخي الآن يقول في الآية الكريمة شو يقول الله سبحانه وتعالى، يقول فإمساك بمعروف، أو يا أخي في الطلاق ذا الكلام الآن، إذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا في الطلاق بالإحسان، أجل بال ما بال
إضافة هدية. زين عطاني 10 دقائق السيد، جزاه الله خير، هدية، شكرا لك السيد. زين اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إذا إحسان في الطلاق، أجل ما بالك وحدة قاعدة تقدم لي، هي تقدم لي إحسان، شو الأولى؟ من الصبح لين تمسك قاعد تعطيني، زوج من الصبح لين يعطيني، هذا إذا إحسان. اثنين، حتى تبنى الصداقة تبنى بالاحترام. أوكي أنا اختلفت وياك في الرأي، أوكي أنت ضد رأيي، بس لا تغلط على شخصي، صح؟ شوف الصدامات اللي تصير بين الزوجين، يتجاوزوا الحوار اللي بينهم في الفكرة يقوم يضربوا في شخص بعض. لا، لازم نحترم اللي أمامي مهما اختلفت معاه، وهذا مبدأ. لو أنا اشتغلت عليه ونجحت بيني وبين زوجتي وزوجتي نجحتها معاي، نجح مع الأبناء، بكرة ابني لما يطلع في المجتمع لو أحد يختلف معاه في التوجه حتى في العقيدة يحترمه. أوكي يختلف بس احترمه، يبقى له مكانته، تعلمه من البيت للأساس. زين، الاحترام، تقدير، تقدير يعني أعطي كل قيمة كل شيء يعمله، لأن بعضهم عندهم رصيد كبير من الـ من الـ من العطاء، من العطاء هالتفاصيل الدقيقة، لكن الطرف الآخر ما كان يشوفها، شنو ما كان لها تقييم. بعضهم أصلا الآن كثير اللي بين الأزواج واجب ولا تفضل يا أحباب؟ ترى كثير تفضل، صح لا؟ الأغلب ترى أنت اللي قاعد تعطي زوج تفضل، هي نفس الشيء. ولا تنسوا الفضل بينكم، التفضل ذا في بعضهم يشوفه واجب، إيه واجب عليه يسوي كذا، واجب إذا شفتها واجب ما راح يصير الرصيد، مع يعني في خلل في التقييم. لا، أنا أي شيء تقدم لي زوجتي لتقييم. لو إن شاء الله وأنا بطلع تقول معلش بس علي مكسرة غترتك، عاد ما تكويها عشان مكسرة، زين وضحت الفكرة؟ ترى ذا تقييم، أحط له قيمة، كل صغيرة بدون بلاقة بعد سنين تشوف عندك رصيد، والله خجلان من هالمرأة دي. يعني كل يوم قاعد، وهي نفس الشيء، يعني الآن إذا طالع من الصبح إلى المساء وقاعد يعمل ويشتغل ويجتهد، يقصر على نفسه عشان يعطيني، هذا لا بتبين ما مقصر، يعطي قيمة لكل عمل يدي. ثلاثة، شنو أول شيء أعطينا؟ الإحسان، تقدير، الاحترام، الإعجاب. جميل، كل يبي أحد يعجب فيه. أنا والله يعني، وبالذات الزوج تجاه زوجته والزوجة تجاه زوجها، ما يهمه يمكن الآخرين يعجبوا فيه بقدر ما شنو. ولهذا بعض الزوجات يصير عندها حسرة، تقول كل الكل قاعد يعجب فيني، يقول يا أم فلان أنت في كذا وفي كذا، وزوجي ما قاعد يشوفني. أنا يهمني زوجي إنه يشوفني. شفت كيف الإعجاب؟ كلنا إحنا نحتاج إلى الإعجاب، إعجاب بسلوكياتنا، إعجاب بصفات فينا أو آدائنا، أيضا الإعجاب أمام الآخرين انتهز الفرص. بعد من زرع الصداقة هو الدعم النفسي والمادي. شو لما يصير بين الزوجين دعم نفسي ومادي يخلق بدهم إيش؟ الصداقة. التفاعل الإيجابي في المشتركات، لأن بعضهم يصير بينهم مشتركات بس التفاعل يكون سلبي، لا، كل ما كان التفاعل إيجابي في المشتركات زيادة المشتركات جيد، بس مو مهم كثرتها بقدر كيف التفاعل فيها لما تصير بيني وبين زوجتي مشترك. زين نكتفي بهذا القدر في الصداقة. طبعا بالنسبة للإشباع العاطفي والجسدي، هذا عصب الحياة الزوجية من الأمور المهمة يفترض أنها، لكن الوقت قصير، خلي يروح على اللي هو الأساليب أو التحكم في الانفعالات. شوف الحين، أنت عندك صديق مو معناته أنت ما تختلف وياه، صح؟ ترى تختلف، حنسوا مشادة، يا ابن الحلال كلامك هذا مو صحيح، ويشتد وياك، لكن بعد 5 دقائق شنو؟ ترجع تضحكوا مع بعض ولا كأنه صار شيء. طيب ليه؟ ها؟ السعداء كذا، ومع ما يختلفوا. اجي الآن بالذات على صوت عنده عباد عزيمة ويبيها تطلع سنقة 10، ايش يصير؟ توتر عنده،
يخل الآن كيف صف الصحون الأذان وتقول له عاد يا أبو عبد الله أنت عاد بعد هد أعصابك أنا بعد فاضية زي روح روح زي أنت بدل ما تقعد تهذر روح جيب الملاعق اللي هناك موجودة روح خذها طيب جيب وأنا ما محتاج وشجها صح كلها حلوة مشادة وبعد ما تخلص العزومة يرجع له يقول بيض الله وجهك يا أبو عبد الله والله إني شفت الضيوف بيضت وجهنا عندهم تقول والله تستاهل يا أبو عبد الله عيوني لك شو سوينا لك بس رجعوا طبيعي وذا الموقف اللي صار موقف ما دققوا عليه ليش ما دققوا عليه لأننا أعرف زوجي ما يقصد هو يقول كذا لو تسأل يقول أنا أعرف زوجي ما يقصد هو من فعله قال كذا عجل يقول كلام مجرد كلام هذا فهم عميق بالله عليكم ذا الفهم العميق شجي لازم بالتعارف صح ولا أنا فهمت زوجي بالتالي لما فهمت فهمت بعمق أعرف أنه لا يقصد أجل واحدة قالت حق زوجها كده في حالة انفعال قالت لا هم كم سنة 20 سنة زواج قالت لا لو ما أخذ ولد خالتي ما كان أحسن لي أوه هنا طبعا في حالة دخل في جو يعني من جونا كاستشراب حلال كلام ذا مجرد كلام الحين أنت تنسى الواقع وتمسك هالكلمة عاش معاك 20 سنة ذي أحيانا يصير شفت الواحد يبغى يطلع وزي الكلمة خطأ إيه شوف ومن قال إن إحنا الناس ما تخطأ علينا تخطأ صديق يعني يخطأ لكن تجاوز ولهذا التجاهل التغافل والتركيز على القيمة أنا أعرف قيمة فلان أعرف إنه ما يقصد وأحيانا هذا إحنا حتى إحنا الأطفال أبوي ضربني يقول أعرف ما ضربني لأنه يحبني مع أن الضرب سلوك محرم وخطأ لكن إحنا ما ركزنا على الضرب قد ما ركزنا على الأساس كثير واختم بهذا كلامي كثير من المشاكل اللي تجينا هو انفعال لم يدار بطريقة صحيحة صدقوني بالله وهذا أختم في كلامي كثيرا إلى البارحة أنا عندي جلسة 2 الزوجين كل واحد قاعد يرمي على الآخر سألت سؤال طبعا هي تدعي أنه ما يحبها وهو يدعي أنه ما تحبها أوكي؟ قلت لا بالله عليك أنت بسألك سؤال من داخلك تحب زوجتك قال لي قلت أنت تحبي قالت إيه قلت طيب أنت الآن صدرت حبك لها ولا صدرت عكس حبك صدر عكس حبه صح ترى يحبها وكلكم تمر في الحال تقول أنا أحب زوجتي لكن التصدير صدقوني بالله هم يصدروا انفعالات بعض وليس حقائق بعض يا ما أزواج طيبين وخيرين ويحبوا بعض إشكاليتهم ما يصدروا حقائقهم أنا ما أصدر حقيقتي للآخر أصدر شنو رد فعلي مثلا الحين أنا والله مشتاق لأبو علي من زمان ما شفته بدل ما أجي أقول له والله أنا مشتاق من زمان شفته إيه القاطع إيه إنك ما شوف بدأ الآن أنا رحت صدرت لأحيانا انفعالي مش حقيقتي هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد بيته الطيبين الطاهرين.